الطلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور منجي محمد زيدي في مقرر التحكم الآلي الأوتوماتيك كنترول، ونحن بصدد شرح الشابتر 3 من هذا المقرر Performance of Feedback Control System، وهنا سنتكلم على Time Response of First Order System. قلنا في الشرائح السابقة أن الـ Response C of T of a First Order System can take this form C of T equal to K capital مضروبة بالأقواس 1 minus E minus T على T capital. الـ K هذا نسميه الـ Gain of the System، والـ T capital نسميه الـ Constant Time. If we take for example K equal to 10 and T equal to 1.5 second, then I can plot my response C of T as function of time. وبالتالي when T equal to 0, the C of T equal to 1 minus 1 equal to 0. And when T go to infinity, the response it goes to the final value K, and K equal to 10. وبالتالي a response C of T of my system is like this. هنا الT, how to calculate the time constant T. How to calculate the time constant T. قلنا أنه الT لازم نحدد 63.2% من القيمة النهائية هذه 10. إذا حددنا 63.2%، نعمل إسقاط أفقي ثم إسقاط عمودي، وهنا تكون عندي time constant T، يعني من الصفر إلى هذا القيمة هو time constant. أما بالنسبة للدي سي جين، الجين كي هذا كيف نجيبه؟ نجيبه يعني بالطريقة التالية: steady state output. steady state output يعني القيمة النهائية للنظام، وهي يعني كم؟ وهي بطبيعة الحال هنا 10 على الانبوت، والانبوت هو 1 لأنه الانبوت هو unit step. وبالتالي الكي equal to 10 على 1 equal to 10. The time constant is the time it takes for the step response to rise 63.2% of its final value. هذا كنا تكلمنا عليه. Now the rise time TR، يعني هذه معطيات جديدة أو some new parameters: rise time و settling time. فأما بالنسبة للrise time، يعني يمكن أن يعني نجيبه بهذه الطريقة. الرايز تايم هو تقريبا 2.2 مضروبة في التي، والتي يعني كنا جبناه من خلال الجراف. أما بالنسبة للسيتلينج تايم نسميه تي اس. أولا يعني عندي نوعين من السيتلينج تايم تي اس، ثم السيتلينج تايم تو رايز 98% أو نسميه سيتلينج تايم 2%، وفيه السيتلينج تايم تو رايز 95% أو نسميها تي اس 5%. ما معنى هذا الكلام؟ بالنسبة للرايز تايم، للسيتلينج تايم تو رايز 98%، يعني عندي هذا الريسبونس اوف ماي فيرست اوردر سيستم، هذا الفاينل فاليو، هذا ماي ريسبونس اتس لايك ذس. يعني نحدد ال 98%، هذه 98%، وبالنسبة للرايز تايم تو سيتلينج تايم تو رايز 98% هو كالآتي، يعني اسقاط أفقي ثم إسقاط عمودي، أو نسميها the settling time 2%. يعني إيش؟ يعني باقي 2% بس to rise the final value. وبالنسبة للـ settling time to rise يعني 95% هو بكل بساطة يعني الوقت الذي يستغرقه النظام to rise يعني 95%، هذا الفاينل فاليو. وهنا عندي 95% نحددها، ثم يعني عندي هذا الريسبونس اوف ماي سيستم، نسوي هذا الاسقاط الافقي ثم الاسقاط العمودي، ونجيب تي اس to rise يعني 95%. هذا بالنسبة لما يكون عندي يعني جراف. I can get the settling time 5% like this, and I can get the settling time to 2% like this. وفي مقاربة يعني في approximation أنه settling time to 2% هو تقريبا، يعني هذه مقاربة ليس بالضبط، إنما هي مقاربة تساوي تقريبا 4T، وأما settling time 5% هي تساوي تقريبا 3T. وهنا يعني بالنسبة للrise time يعني نجيبه من خلال time constant، وكما هو الشأن بالنسبة للsettling time 2% والsettling time 5%، يعني هو في علاقة مباشرة بالtime constant. يعني time constant يعني هو عنصر وparameter مهم جدا في first order system.
Thank you very much for your attention.